ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تعالى نشوف دلوقتي ايه الهدف اللي انا عملته ده. انا الفكره الثانيه، الاول لما اتكلمنا عن افلام المناهج وطلعنا على عده برامج 10 مصر تستطيع، كانوا بيتكلموا في حاجه، فكره افلام المناهج هل ينفع ان احنا نطبقها في جميع يعني في كل المواد؟ انا قلت له ينفع، لكن برضو كنا عايزين نقدم فكرتين اعمل فيها تفاعل بين المدرس والطالب، والطالب يروح البيت يبقى حلل الجزء اللي عمله المدرس ده فيحاول يقلده، فلما يقلده هيفتح الجزء اللي هو شرحه النهارده المدرس ده ويحاول يحفظ زي ما هو عمل نفس الاداء. ممكن كمان ان احنا من خلال نكتشف مواهب اكتر، بس ثواني هنعملها ازاي؟ الفكره اللي انا بقدمها ان ده يتعمل فيديو جرافيك، ممكن احنا حاولنا نعمل منه بعض الدقائق صغيره لكن الموضوع كان مكلف جدا، والفكره كلها ان احنا مع لغه الحوار اللي هتبقى دايره داخل الفيديو مش هيبقى باوربوينت، هيبقى الشغل بتاعه جرافيك اكتر عشان ينفع ان احنا نحمله والطالب يقدر يستفاد بيه. فاحنا هنستخدم الجرافيك في الجزء ده دوت هيبقى حوار متخيل، مش شرط زي اللي احنا عملناه دلوقتي الجن اللي احنا قلنا ده فكره. وهنقسم الجمل، جمله هتظهر عندي بتايمر وهدي وقت للرد عليها اللي هو يبقى مشاركه الطالب اللي احنا بندور عليها. ان لو انا في الفصل دلوقتي فانا عملت اول اداء ليهم على الفيديو دوت، فقلت لهم بكره بقى انا عايز مدرس غيري منكم هو اللي يطلع يعمل الدور بتاعي. فيبقى معاه الفيديو يروح بالبيت. هيذاكروا، يبقى انا ضمنت مذاكرة بالفعل لان انا عملت له حاجه. طبعا النهارده التاثير الضوئي عذرا لان حصلت لخبطه، احنا كنا عاملين تاثير ضوئي اكتر كمان. فهنعملها له في الفيديو الجرافيك اللي معمول ده، فهيروح يفتح الفيديو تاني يذاكره بشكل تاني، يجي تاني يوم هو اللي يبقى دور المدرس المعلم، انا عملت مشاركه. وده اللي احنا بنبحث عنه. ابحث عن قائد. ابحث عن طالب مش خايف. ابحث عن طالب ليه شخصيه يعبر بيها. قادر يواجه. لكن دلوقتي لما اجي اتكلم عن نظر طلابي وغيرنا كتير اقول لهم اطلعوا اشرحوا، لا 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 يا مستر احنا بص هنكتبها لك تحرير. ما بقاش عندنا وقت التعبير. الحالات اللي بنتكلم عنها النهارده واللي بيتناسب مع رؤيه مصر 2030 في طول التعليم، يبقى احنا لازم نبقى كلنا شغالين. طالب منظومه كامله. ده من الوزير، القاده اللي تحتيه، احنا كدورنا كمعلمين، احنا اللي هنوصل الرساله دي ليه؟ وانت كطالب لازم تدور على شخصيتك، حلمك، كيانك. النظام اللي معمول نظام التابلت نظام رائع. لكن للاسف بعض المعلمين او كثيرا من المعلمين مش فاهمين النظام، فبيحاولوا يعملوا مع الدوله ان هم مش قادرين يطبقوه، ما عندهمش الفكر. هم متعودين حافظين الف ب حافظينها بطريقه معينه بيقولوها زي ما هي الف ب للطالب. والله العظيم في بعض الناس لو السؤال اتغير هو يرفضوه. يبقى لازم احنا الاول نفهم، عشان كده لازم كلنا نتعلم صح. شكرا للدكتور.